فراس حمدان نائب في مجلس النواب اللبناني ومحام في الاستئناف. نحن بصدد ورشة عمل مقامة من قبل منظمة المرأة العربية بما خص العدالة بين الجنسين في التشريعات المحلية ورسم السياسات العامة. وبإطار هذا الموضوع هناك العديد من الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر، وهناك الكثير من النقاش ومن الحوار حول التحديات والمشاكل والمواضيع الشائكة التي تعترض والتي تواجهها المرأة العربية من خلال الإطار المجتمعي أو الإطار القانوني أو الإطار المحلي. فبالتالي هناك كم من المشاركات والمشاركين لديهم كم كبير من التجارب ومن الخبرات ومن الممارسة الفعلية من ضمن المجالس التشريعية، وهذا ما يعني وهذا ما يكون غنى في النقاش وفي تحديد الأولويات وتحديد النواقص والاحتياجات وتعريف المشاكل التي تواجهها المرأة العربية وكيفية تحسين والتصدي لمبدأ التمييز، لمبدأ الغبن، لمبدأ عدم الإنصاف التي تواجهها المرأة العربية سواء على صعيد التشريعات سواء على صعيد على المستوى الثقافي ومستوى السلوك الاجتماعي ومستوى المفاهيم الجندرية. وبالتالي ما يتم النقاش به في هذه القاعة هي مزيج من الخبرة، مزيج من المسار المتراكم عبر السنوات في سبيل تحديد الأهداف وفي سبيل تحديد الاحتياجات وفي سبيل تحسين الأطر القانونية والتشريعية وكيفية تأمين أكبر قدر من العدالة ومن الإنصاف للمرأة العربية.